السلام عليكم. اليوم 26 نوفمبر 2019 استقبلنا السيدة خديجة المسعودي اللي فايت جات عندنا يوم 12 فبراير 2019 اللي كتعاني من مرض السكري اللي من خلاله كانت غتقطع الرجل ديالها، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدكتور الحسن البوكيلد اللي من اول فحص قال لها ان رجلك ما غتقطعش ليك. الحمد لله بفضل الادويه وبفضل العلاجات تشافت السيده خديجه المسعودي، وكنشكروا المحسنين على التبرعات ديالهم اللي خلوها تمثل الشفاء. السلام عليكم. انا كنت مريضه وكان عندي واحد الرجل كنت كنعاني بها في السكر، وكانوا غادي يقطعوها ليا، وخليت ما خليت حتى شي طبيب اللي مشيت عندو كيقول لي رجلك غتقطع. والحمد لله ملي جيت انا هنايا لهاد الجمعيه وقفوا معايا الله يجعل ربي هو يوقف معاهم، شافت لي رجلي وداوني عند الدكتور حسن بوكيل، هو اللي وقف معايا في الاول قال لي ما تقطعش لك رجلك. والحمد لله الله يجعل ربي تما يوقف معاهم محسنين، الله يجعل ربي يشوف من حالهم تما ويعطيهم صحيحتهم. وهذا اللي كان كنطلب الله هو يعاونهم بكل كيف اللي يعاوني، الله يجعل ربي تا هو يعاونهم. وعانيت انا بزاف هذا الرجل بزاف عانيت فيها، كانت رجلي صافي سالات كنجينا كديرها غير كرسي. والحمد لله ملي شافوني هاد الناس وقفوا معايا شافوني حيد الكرسي وليت كنمشي. الله يعطيهم صحيحتهم وهاد الجمعية ساعدتني وانت ما عاونوني الله يجعل ربي يشوف من حالهم ويعطيهم صحيحتهم. كي شافوني الله يجعل ربي شافيهم ويعطيهم صحيحتهم، كاع اللي وقف معايا واللي شافني الله يجعل ربي يحفظه ويعطيه صحيحتهم. فوالا السيدة خديجة المسعودي عانت معاناة كثيرة، ما كانتش كتمشى، كانت كتستعمل كرسي متحرك، كانت كتمشي لتقليل الحوائج ديالها بكرسي متحرك، ولكن الحمد لله الآن تمثل الشفاء والفضل كيرجع للدكتور الحسن بوكيند. كيف ما قلت لكم من أول فحص قال لها ما تقطعش ليها الرجل ديالها، والحمد لله هي بخير وعلى خير، وهي الآن جات عندنا لجمعية مغرب إنقاذ باش تشاركنا الفرحة ديالها حنا والناس اللي خدامين هنايا. وكنشكروا الشكر الجزيل ثاني مره اخرى للدكتور الحسن البوكيلد اللي عنده تجربه ديال 35 سنه في مستشفى الاطفال بنو رشد، والان عنده العياده في شارع بورغون كازا استيتيك. وكنشكروا المحسنين اللي تبرعوا مع السيده خديجه المسعودي، والحمد لله وكنشكركم جزيل الشكر.